سمي شيء يزعج الفلاح. الست ميلاد، شنو الأشياء تزعج الفلاح؟ قساوة الأرض، يعني مما تكون المنجل شلون أقول لك؟ ما أعرف أنا، لازم تعطيني سبب يزعجه. آفات زراعية موجودة بالأرض. ها؟ آفة زراعية موجودة الآفات بالأرض. الآفات الزراعية الموجودة في الأرض، الآفات موجودة؟ صح؟ نعم، الآفات الزراعية تزعج تأذيل الفلاح. وأستاذ رامي، إذا عندك احتمال أعلى. قلة الأمطار، الموسم المي ما تمطر، ماكو مي، مطر ماكو، مي ماكو. خلينا نشوف، موجودة؟ نعم، قلة المياه، وهذا موجود. تفضلي إذن أخت ميلاد، وخلنا نجي وياكم. قلة المياه. إذن سمي لي إذن أستاذ خالد شيء آخر من الأشياء التي تزعج الفلاح. شنو؟ تقلب الأجواء، يعني الحرارة، البرودة. إذن تقلب الأجواء بين حرارة وبرودة، التغيرات المناخية. نعم، تغييرات في المناخ بين الحرارة وبين البرودة. وست نادية، بعد سمي لي شيء يزعج الفلاح. من الأشياء اللي تزعج الفلاح مرات يصير موسم الجراد فيأكل الزرع. موسم الجراد؟ بلي، كثرة الجراد. وإحنا عندنا جراد. يصير مرات. ما أدري يصير مرات؟ ممكن. خلينا نشوف. موسم الجراد. الجراد. هذا خطأ أول. خطأ أول الجراد. نعم، بس إحنا ما عندنا. يعني أنا ما أسمع، يمكن كان هذا موجود بأفريقيا، لربما بالسودان يجي الجراد يهجم على المحصول الزراعي. وست عبير. قلة المحصول. خلينا نشوف قلة المحصول. خطأين، وانتظر منك جواب أستاذ رامي. فكر، وأنتوا تفكرون تتناقشون. سمي لي شيء يزعج الفلاح. صلابة الأرض. صلابة يعني الأرض. مرات الأرض. يعني الأرض ما صالحة. يعني مو صالحة. يعني مو صالحة. يعني صح. عدم خصوبة الأرض. خلينا نشوف. الأرض خصوبتها، عدم خصوبتها. صح، برافو. عدم خصوبة الأرض، صلابة الأرض. وأستاذ خالد شو تقول؟ هبوط أسعار المحاصيل الزراعية تؤلم الفلاح كثيرا. هبوط الأسعار بني ينزل ويتعب السنة كل الحاصل، كل الموسم. إذن العلاقة بالمحاصيل والسوق والأسعار، العرض والطلب. خلنا نشوف المحاصيل، السوق المحاصيل، هل هذا يزعج الفلاح؟